حجلة خلالية كما عرفتها بداية وها كانت في سن مبكر، هي 14 سنة في مع الهواة، خريجة المعهد العالي فنون درامية بفرش الكيفان. اللي يعرفوها الجمهور في حصة الفهامة، وكذلك ممثلة بالمسرح الوطني محي الدين بشطازي. اليوم راني في لجنة التحكيم في ميس الصخرة السوداء بمومرداس، وإن شاء الله بإذن الله نوفق كما وفقنا في المسرح الطفل في الجوائز، نوفق في إعطاء الحق لمن تستحق. الميزة الجميلة أنها اللي تشمل ما بين جمال الميس ولبسها وشعرها ومكياجها. لاحظت ما بين الأول والثاني اللي جاز أنه يعني فهموا أنه الشعر كوافير الشعر والمكياج يكون على حسب اللباس وعلى حسب الصمايم تاع الطفلة، فهذا شيء إلي تخيز امبورتون إلي امبورتون، ولاحظته أنا هذه المرة. طبعا أنه الفنان حتى الآن أنا لما نشوفه حين نسمت شوية نخاف، لأنه الجمهور تاعنا اللي يحب يشوف حاجه مليحه، وكانه دائما لازم ترد بالك عليه، لازم ما تسمش بزاف. انا نحب ناكل من داك اكلات شعبيه، بس لما نخمم عندي جمهور يحب يشوفني شابه هو فنمتنع، ولان هكا ندوق ونروح. فانا احب المكياج ديجا من صغري، نحب الملابس في طريقة لبسي، نحب نشريهم، نحب أشياء مميزة، ونحب الكوافير. ما احنا عائلة تاع الكوافير، احنا مقبل، فأختي ديجا في فرنسا دايرة ديبلوم كاريمون تاع استيتيك، استيتوني استيتيسيان. فوالا برعاية إيمو براو، قاع نبراو.